ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا جدا. النهاردة هنكمل الجزء الخامس اللي احنا بدأنا فيه انا وعمر، وهنتكلم على الموضوع. قول. طبعا انتوا وحشتوني يا جماعه، وعايز يعني اصبح وامسي عليكم كلكم كده. طبعا النهارده هنتكلم على الجزء الخامس، وهما نقطتين مهمين جدا هنتكلم عليهم بالتفصيل من الاتجاهين، اتجاه البنت ومن ناحيه مي، واتجاه الشاب اللي هو من ناحيتي انا. النقطتين اللي احنا هنتكلم عليهم النهارده باختصار شديد جدا هما عدم مشاركه الزوج او الحبيب، كسرة الانتقاد. طبعا النقطتين اللي احنا هنتكلم فيهم النهارده هم نقطتين مهمين جدا ولا يقلوا اهميه عن اللي احنا اتكلمنا فيهم قبل كده. ويمكن النقط اللي احنا بنتكلم فيها نقط تعتبر مختلفة عن يمكن حاجات كتير سمعناها قبل كده، وده اللي احنا حابين ان احنا نتكلم فيه، حاجات تكون مواضيع جديدة او مشاكل جديدة بتقابلنا. بالظبط يا جماعه، احنا يعني بمعنى اصح الثمان اجزاء اللي احنا قلنا ان احنا نتكلم فيهم وننصحكم بيهم، او ان احنا ننصح الناس اللي هي واقعه في بعض المشاكل، الثمان اجزاء دول احنا هنتكلم فيهم على نقاط بتهم كل الناس او الناس بتشتكي فيهم باستمرار. لكن النقط اللي هي المعترف بيها اللي هو زي الاهتمام، زي مثلا عدم الثقه، مثلا في حاجات الحاجات كتيرة اللي هي يعني المتعارف اللي هي عليها المتعارف يعني. عليها، او المشاكل اللي هي الناس كلها عارفاها، دي المشاكل اللي احنا مش هنتكلم فيها لان كل الناس عارفة ايه هي حلولها او ايه هي ازاي نتجنبها او ازاي ويمكن احنا نبعد كمان عنها نبقى عشان ما تقفش. نقولها، يعني هنقولها في مرة من المرات بس بطريقتنا او على بالظبط، او موضوعي يعني انا وعمرو بطريقة يعني. سريعة يعني. المهم بقى عشان ما نطولش عليكم وتقولوا علينا رغايين، المهم هنتكلمكم النهارده على النقطتين اللي احنا قلنا عليهم النهارده اللي هم لا يقلوا اهميه عن النقط اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده، لان هو او بمعنى اصح يا جماعه النقطتين دول انا بقول ان هم بيخصوا الناس المتجوزه اكتر من الناس الحبيبه، وبيخصوهم بنسبه 70%، والناس الحبيبه بقى اللي هم لسه ما ارتبطوش ببعضيهم او ما اتجوزوش دول بتخصهم بنسبه 30%. هنكلمكم باختصار عن النقطة الأولانية اللي هي اللي قلنا عليها، اللي هي عدم مشاركة الزوج أو الحبيب للطرف التاني. طبعا عدم المشاركة يا جماعة، وإن أنت ما تشاركش في أيا كان، عدم المشاركة دي أولا بتنقسم لانقسامات عديدة جدا، تمام؟ منهم إن أنت ممكن عدم مشاركة حبيبك في رأيه، ممكن عدم مشاركته في مشكلة، عدم مشاركته في أمور تخصك أنت. فكل الحاجات دي ممكن تؤدي ان انت يعني تؤدي الجزء اللي هو عدم الاهتمام او عدم اعطاء الطرف الاخر اهتمام، او بمعنى اصح ان انت بتشاركه معاك، او ان انت بمعنى اصح ان انت يعني ايه بتركنه على الرف. بخلاصة الموضوع يمكن عدم المشاركة دي حاجة بتتعب جدا الطرف اللي هو في وضع محتاج قوي قوي ان حبيبه او يكون القريب منه جنبه، سواء بقى مشاركة في حزني، مشاركة في حاجة انا متضايقة منها، مشاركة في امور البيت عادي، الحاجات دي كلها لو حصل مشاركة هيكون في قرب قوي جدا ما بينكم نفسي. بصوا يا جماعة، أنا بسمي عدم المشاركة دي بمعنى صح هي انتهاء العلاقة، أو انتهاء قصة الحب أو العلاقة ما بين الطرفين. بمعنى صح أنت لما يعني شوف، تخيل كده لما أنت تقع على الأرض مثلا، أو قدام حبيبك مثلا، وتلاقيه بيتفرج على التلفزيون وسايبك أنت، ما بيبصش عليك أو بيقول لك ألف سلامة مثلا. ممكن مثلا النور يقطع وتلاقي مرتك مثلا بتصوت في المطبخ مثلا، وجوزها قاعد جوه قاعد جوه في الشازلونج بره، حاطط رجل على رجل وسايبها جوه بتخبط في الحلل. لا على فكره هو الموضوع ده يا جماعه بيحصل معايا، بس انا بمعنى صح انا بعلمها ان هي ما تخافش، لان هي خوافه جدا. ما انا عايز اقول لكم ان هي بمجرد ما النور بيقطع هقول لهم باختصار، بمجرد ما النور بيقطع عايز اقول لكم ان ممكن تقلب الحلل كلها اللي في المطبخ. ممكن تلاقي الكنبتين اللي موجودين مثلا بقوا في حتة تانية. ممكن تلاقي الدنيا السجاجيد كلها بقت فوق بعضها. خلاص. فهو ده باختصار يا جماعة. فيعني دي تختلف من ناحيتي انا، لان انا بعلمها ان هي ما تخافش، بعلمها ان هي تبقى عندها ثقة في نفسها شوية ان النور لما يقطع، لان بمعنى صح يا جماعة يا ان انت تخاف لما النور يقطع دي حاجة خطيرة جدا، لانك انت ممكن تبقى في الحمام وممكن النور يقطع عليك لسهوة ان انت تتراب، فانت توصل لانك تتمس او توصل انك يحصل معاك حاجة مش كويسة. فانا بعودها ان هي تتعلم ده. لكن انا بتكلم في جزء تاني خالص اللي هو الاهمال. هو عدم مشاركة الحبيب هو بيساوي الاهمال.
هو ده المفهوم الصح بتاعه. يعني انت تعود او تعودي ان انت تشاركي حبيبك او تشاركي جوزك، لان ده هيفرق كتير قوي معاكي، او هيفرق كتير قوي معاك لما انت تشاركها في امور تخصك او انت تشاركيه في امور تخصك. فده معناها ان انت بتعطي له اهتمام ان هو يتدخل في ما يعنيكي، زي ما هو هيديك الفرصة ان انت تتدخلي في ما يعنيه. فده هي يعني هيقوي العلاقة ما بينكم، يعني مش هيخلي العلاقة ما بينكم مجرد 2 متجوزين قاعدين ما بين 4 حيطان وخلاص. لا، ده بمعنى صح هيخلي ما بينكم علاقة حب قوية، هيخلي علاقة حب مبنية على تعارف قوي، مبنية على مشاركة، مبنية على اهتمام ما بين الطرفين. وكمان المشاركة، ان حتى لو انت في بيتك وفي حاجة مثلا في الاكل في المطبخ انت عايزة تعمليها باسلوب بسيط جدا، اطلبي منه ان هو يساعدك فيها، بحيث ان انت تحسي ان هو جنبك وهو هيحس ان انت محتاجاه، ان انت ان هو يساعدك حتى في حاجات المطبخ. يعني حتى ده يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيساعد مراته في الموضوع ده. لا، وفي حاجة مهمة جدا بقى انت ناسيها، ان لازم تاخدي رأيه في الاكل اللي انت هتعمليه. يعني جدا، دي اهم لو حاجة. قالك عايزة يا تاكلي جماعة، عايز ايه اقول لكم كمان ان برج السور بالذات، عشان في ناس كتير جدا بتتكلم في الموضوع ده، يعني برج السور بالذات، عشان بس ما ندخلش الموضوع في الابراج، عشان مش عايز ادخل انا الحوار ده اصلا في الابراج خالص. اهتمي في انك تاخدي رأيه في الاكل، على فكره مش الابراج بس، ده كل واحد كده، يعني كل واحد او كل واحده. زي بالظبط، يعني مثلا ايه، شفت خيالي كده مثلا وانت قاعده في المطبخ كده، لقيت الباب اتهبد تمام، وجوزك نزل فجاه من غير ما يقولك اصلا هو رايح فين، فتخيلي ايه هو هيكون رد فعلك تجاه ده. فطبعا عدم مشاركه الحبيب او عدم مشاركه الزوج حاجه يعني خطيره جدا، لانك انت بتفقد تلتين العلاقة ما بينك وبين حبيبتك، أو بمعنى صح أنت بتدمر العلاقة ما بين زوجتك وبينك، لأنك أنت بمعنى صح بتركنها على الرف وبتهملها إهمال كبير جدا. ممكن أنت ما تبقاش حاسس معناه، لكن هي بتبقى حاسة معناه جدا، أو أنت حاسة معناه جدا من اتجاهه هو. وهو ده الاهمال بذاته، يعني هي دي النقطة المهمة قوي قوي في الاهمال نفسه. بالظبط، سواء بقى الزوجة او الزوج بيحس ان اللي قدامه ده مش مهتم بيه ولا حتى سائل فيه، فبالتالي من هنا بقى بيحصل ان لو الزوج فيبدأ يبص بره ويشوف حد تاني يقدر ايه ان هو يساعده، ان هو يحسسه بكيانه، وكذلك الزوجة برضو. من هنا بتبدأ الخيانات على فكرة. يعني ده هو ده بمعنى صح مطلع سلم الخيانة، او بيبدأ يقارن ما بينك وبين حد تاني، حد عملي مثلا في الشغل، حد اتصل بيه مثلا مهتم بأموره العملية او اموره الشخصية او اموره النفسية، هو شايفه مثلا ماشي مثلا مهموم، فانت مهموم ليه؟ ماشي مثلا متضايق. على فكرة يا جماعة، السؤال ده مهم جدا، ان انت تشوف مثلا زوجتك مثلا سرحانة، فانت بتسألها انت سرحانة ليه؟ ده حاجة جميلة جدا، هتلاقيها بصت لك بكل بساطة، وهتلاقيها مبتسمة لأن هي حست إن أنت مهتم بيها. وأنت برضو لما تلاقيه إن هو مثلا سرحان مثلا، أو إن هو زهقان متضايق من حاجة، وأنت لمجرد إن أنت تسأليه أنت زعلان ليه، هتلاقيه هو بكل بساطة حس بارتياح من جواه، حس إن هو معاه إنسانة حابة إن هي يعني إيه بتحس ان تشاركه. في روح مشاركة بالظبط، معاكم، يعني يعني اتنين مرتبطين ببعضهم، إنسان واحد، يعني مش إنسان واحدة، يعني واحد وواحدة وبقوا شخص واحد بس. بالظبط، فبالتالي لما انتم الاتنين يكون في مشاركة ما بينكم، هتحسوا ان انتم حتى لو في مشكلة عند طرف واحد هيروح جري يقول للطرف التاني، وهيبقوا يعني الحقيني خديني في حضنك قولي انا عايزة احكي لك كده، هتلاقوا الاهتمامات ما بينكم زادت اكتر، وكل حد هيبقى عنده اي حاجة هتقولوا لبعض. وقتها بقى من هنا هتبقى مفيش خيانة خالص، مفيش غدر، كل حاجة هتبقوا روح واحدة. من هنا بقى بتبدأ العلاقة الحلوة، وبتبدأ الناس تحسدكم على علاقتكم دي. لكن التقصير اللي بيحصل بعد كده، ان دي تشتكي منه وهو يشتكي منها، ده بيبقى تقصير حصل صغير قوي من البداية، وبيوصل لان هو يكبر. بالظبط، ده باختصار شديد النقطة الأولانية. هنبدأ ننتقل بقى للنقطة التانية اللي هي كثرة الانتقاد. برج النقطة دي العذراء
ادينا بدأنا في اول حاجة. هو مش حاجة عيب يا جماعة ان هي ان لا احنا هو برضو ننتقد، على العذراء فكرة بينتقد الحاجات السلبية فقط، على يعني فكرة مش هو بينتقد كله. اي حد بيتكلم يعني ما يتكلم في الابراج، فمش هنقول 100% من الابراج، عشان في ناس كتير قوي تقول لك ايه، لا انا ما بنتقدش، لا انا مش عارف لما كذا، انا قلت قبل مش كده ان الموضوع الابراج بيبقى 99، خلينا نقول ان 90% من بتنطبق بتنطبق على على الناس، اشخاص لكن الباقي و10% ما بتنطبقش. الباقي بيبقى حسب البيئة اللي هو اتربى فيها والناس اللي حواليه، والده، التنشئة الاجتماعية اللي هو خرج منها، بالظبط. يعني يعني عايز ده اقول كله لكم، بيبقى ليه تأثير. بالظبط عايز اقول لكم كمان ان انا بقى اعرف ناس من برج السرطان وبينتقدوا كتير جدا، يعني عندهم جزئية الانتقاد غير طبيعية. وده برضو بينتقد كتير، يعني مش قليل. بس ومش كلهم برضه يا جماعة، عشان ما نبقاش عممنا، لكن احنا هنرجع بقى لموضوعنا الأساسي بقى اللي هو كثرة الانتقاد. كثرة الانتقاد دي جزئية أو نقطة بمعنى أصح لازم نحط تحتيها 5000 خط، لأن كثرة الانتقاد معناها أو المردود بتاعها هيكون الكره، ودي أول حاجة هتنتج على كثرة الانتقاد. يعني تخيل أنت قدامك إنسان، إيه اللي أنت لابسه ده؟ ايه الروج اللي انت حاطاه ده؟ ايه شكلك وحش؟ شعرك طويل؟ شعرك قصير؟ كعب الجزمه ايه ده؟ ده واحد واطي واحد قليل. ايه ده انت شكلك ممكن مش يعني الانتقاد عارف على انت أي شيء. الانتقاد في كل الاكل وحش، ده الاكل ناقص سكر، الاكل ناقص ملح، الاكل ما فيهوش ليمون. هو ده بدايه تقول لك اللي هو انت مفيش حاجة عاجباك، يبقى اذا انا مش عاجباك، فبالتالي تبدأ من هنا بقى اللي هو خلاص تعمل حدود، ان خلاص الشخصية ديت اذا هي كرهاني انا شخصيا، فاكرها كل اي حاجة انا بعملها. بتبدأ بقى من هنا الكره واحدة واحدة واحدة، حتى لو كانت بتموت في التراب اللي انت بتمشي عليه من الانتقاد الكتير ده، هتبدأ تكرهك كره قوي قوي قوي. بالظبط. مش بعيد ان هي تقارنك بشخص تاني، يعني شافت شخص مثلا جوز صاحبتها اي حد كده، فتبدأ تقارنك انت بيه، ومن هنا تبدأ المشاكل. طبعا عايز اقول بس يا جماعه ان كثره الانتقاد بتنطبق على الرجاله اكتر من الستات. يعني عايز اقول لكم ان احنا هنقول مثلا النسبه، هنقول 70% من الرجاله و30% من الستات. طبعا في ستات كتير بتنتقد أجوازتها برضو. بس يعني قليل، يعني ممكن تلاقي، يعني انا بقول ان الست اللي بتبقى عندها كثره الانتقاد بيبقى عندها نقص، وبتبقى يعني بمعنى اصح مريضه نفسيا او مضطربه نفسيا، بمعنى اصح هي بتقارن ما بينه وبين واحد تاني، او هي مثلا شايفه اخوها بيلبس مثلا، عشان بس ما نقول ما نبقاش ظلمناها، او ان احنا قلنا ان هي مثلا بتخونه او حاجه، او حد يقول مثلا ان هي بتخونه، لا ممكن تبقى شايفه اخوها مثلا عنده مثلا دقن شيك، مثلا دقن شيك مثلا، وهو ما عندوش دقن، فتبدا ان هي تقول له طب ما تجيب لك علاج للدقن. لا طب ما دي خلقة ربنا، يعني ولا مثلا صاحبتها في عيشه معينه، فبصة ان جوزها مخليها عايشه العيشه دي، فانت اجباري انك تعمل لي كذا، جالها هديه بالظبط. كذا، فانت المفروض تجيب لي كذا. ده انتقاد، بتحسسيه كده ان هو مش قادر ان هو يعمل لك. افرض مش في امكانياته، افرض ده مش طبعه، فالانتقاد برضو بيبقى منك، بيبقى كسره قويه جدا للراجل اللي معاكي. بالظبط. وعايز اقول لك كمان ان ده هينتج منه ان هو هيبدا يمل منك، ده طبعا يعني ده حاجه اساسيه، هيبدا يمل منك فتره بعد فتره، هتلاقيه بعد كده يبدا يبعد، هتلاقيه بعد كده ما بيسالش فيك بالمره اصلا. ده باختصار شديد النقطتين اللي احنا بنتكلم عليهم النهارده، عشان ما نطولش عليكم ونقول فيهم كلام كتير، لكن احنا هننتقل بقى لحاجه تانيه بقى. ايه هي الحلول للنقطتين دول اللي هم كثره الانتقاد والنقطه التانيه اللي احنا لعدم اتكلمنا عدم المشاركة المشاركه؟ بالنسبة للأزواج أو اللي بيحبوا بعض. بالظبط كده. فهنبدأ نقول النقطة الأولانية اللي هي عدم المشاركة، إيه هي الحل بتاعها؟ عدم المشاركة الحل بتاعها بسيط جدا جدا. أوله إن أنت اسأل على اللي معاك، شوف الطرف التاني بتاعك، أو شوفي الطرف التاني بتاعك، وابدأوا إن أنتم تشاوروا مع بعض، تشوفي مشاكله إيه وشاركيها، شوفي هو محتاج إيه وشاركيه، شاركيه أحزانه وأفراحه، لو في مشكلة في شغله اسأليه، وشوفي أنت عندك طرق حلول إيه. خليه يشاركك في البيت، حتى لو جاي تعبان، مش قادر يعمل معاكي حاجة، بطريقتك أنت تخليه يبقى جنبك. هيحس قد إيه على فكرة إنه هيفرح، يعني على قد ما هو يبقى تعبان هيفرح إن أنت بطريقة معينة كده، اسلوب شيك كده بتاع البنات، هيفرح ان انت عايزاه يبقى جنبك. خليكم مشاركين مع بعض، انت بالنسبه لك شاركها، خليك جنبها واقف معاها، وهتحس بقيمتك جدا جدا لما تبقى واقف معاها. انا بالنسبه لي عمرو، انا اشهد له كده ان هو جنبي في كل حاجه، من ساعه ما عرفته، يعني حتى كمان مش من ساعه ما اتجوزنا، هو جنبي فعلا في كل حاجه، ووصلني لحاجات كتير قوي في حياتي انا ما كنتش اقدر اوصل.
وده طبعا حل النقطة الأولانية باختصار، وهما بينطبقوا على الطرفين أيا كان شاب أو أيا كان أو راجل أو أيا كان بنت. هننتقل بقى للنقطة التانية وهي كثرة الانتقاد. طبعا كثرة الانتقاد حلها بسيط جدا، لو أنت ده مرض فيك أو بمعنى أصح ده عادة فيك، فانت حاول ان انت تغيرها بطريقة شيك، يعني بلاش ان انت تدبلها الموضوع رسمي نظمي زي ما بيقولوا، لا انت ممكن تحول الموضوع لطريقة شيك، يعني بدل مثلا ما تقول لها ان اكلك طعمه وحش مثلا او ناقص ملح، ممكن تقوم انت تجيب الملح مثلا وتحطه في الاكل، يعني دي ابسط مش هتخسر مش حاجة هتخسر يعني. حاجه. او ان انت مثلا ايه يا عم اعمل رجيم، يعني قوم اتحرك من مكانك، يعني بدل ما انت قاعد على الصينيه مثلا وعلى على السفره مثلا ومستنيها هي اللي تقوم تجيب لك الملح، قوم انت جيبه، ناقص ليمون قوم انت جيبه، مش مشكله يعني الموضوع سهل. بتنتقد لبسها وشايف ان لبسها شكله مش حلو، ما تختار لها انت الفستان او تختار لها الحاجه اللي انت شايفها هتبقى شيك عليها. يعني انت شايف مثلا ان البنطلون الازرق هيليق على مثلا البادي اللي لونه بامبا، طب ما تختار لها ده، قول لها مثلا على هي فكره كمان هتفرح بكده ان انت يعني مشاركها رأي لبسها وحياتها يعني. انت مهتم بيها. شايف ان شعرها مثلا وحش، فاكيد شعرها وحش عشان انت ما بتديهاش فلوس تنزل تقصه. يعني حاجه بسيطه، يعني انت شايف شعرها مثلا شكله مكرمش او شكله مجعد مثلا، فاكيد انت معكش فلوس مثلا عشان تديها تنزل مثلا تعمل شعرها، تصبغ شعرها، تغير من لونه، لا مش لو عارف الكلام ده. معهوش ماشي. لا بس يعني انا واخد الموضوع ده كوميدي شويه، مش قصدي الموضوع ده، بس عشان انت في ناس ممكن ممكن تنسى يعني كده. لا احنا ممكن نقول ان انت ممكن تقول لها بشكل شيك خالص، على فكره يا حبيبتي لو انت مثلا عملت شعرك غيرت النيو لوك بتاعه مثلا هيبقى شكله شيك جدا، عارفه يا حبيبتي لو انت غيرت مثلا لون الشعر بتاعك وخليتيه مثلا سيلفر او خليتيه مثلا بني غامق شويه هيبقى شكله شيك قوي عليكي. ممكن ما تبي... مش مش بمعنى اصح مش تدبها على طول الموضوع دبش وتقول لها لا دبش، ده بنسميه دبشه وبيحدف عليها طوبه، ده شعرك زي الزفت. عشان ما نطولش عليكم، هو ده حل النقطتين. طبعا يا ريت الناس يعني اللي يسمعنا يا ريت برضو يشاركنا برأيه ويقول لنا مثلا لو هو عنده مقترحات لحلول تانية للنقطتين دول هو شايفها من وجهة نظره، يقول لنا برضو ويشاركنا بيها ويقول لنا ايه هي ممكن الحلول المقترحة بالنسبة له من ناحية النقطتين دول، وازاي ان هو يحل النقطتين دول بشكل يعني بمعنى صح ما يزعلش الطرفين ايا كان واحد او واحدة. طبعا النقطتين اللي احنا اتكلمنا عليهم النهارده دول ينطبقوا على الاثنين كحل او كمشكله. طبعا عشان ما نطولش عليكم انا اقول لكم ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وكمان تفعلوا الجرس. احنا بنشكركم جدا، سلام. سلام.